أخبار الديرة إلى الفقرة الصحية. وفي أحدث الإحصائيات العالمية للأورام وجد أن أورام القولون ثاني أكثر الأورام انتشاراً بين الجنسين والأكثر انتشاراً في الجهاز الهضمي، وذلك ناتج عن العادات الغذائية الخاطئة والتلوث البيئي. ولخصت الدراسات الحديثة إلى أن أورام القولون في ازدياد وأن أعمار الإصابة في تناقض، وأن الشفاء التام بعد الإصابة يعتمد على الكشف المبكر عن سرطان القولون. ومؤخراً قام مستشفى الملك حمد الجامعي بإطلاق حملة للتوعية من أورام القولون والكشف المبكر عنه، وذلك من ضمن برامجها التوعوية. وللتعرف على المزيد من هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتور عمر شريف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى الملك حمد. صباح الخير. صباح الخير والنور والسرور دكتور. صباحكم الخير. أهلا وسهلا دكتور. في البداية لو نتكلم ناخذ نبذة تعريفية أولا عن القولون وعن هذا طبعا المرض أورام القولون، بما أن هذا المرض أصبح منتشر بشكل كبير. طبعا مثل ما تعرفون الجهاز الهضمي جهاز طويل يبدي من الفم إلى آخره بيكون في عضو أنبوبي اللي هو يسمى القولون، وظيفته طبعا استخلاص الماء من الفضلات وتحضير الفضلات للخروج وإخراج السموم من جسم الإنسان. فطبعا سرطان القولون مثل ما تفضلت سميرة انه هو من ثاني اكثر السرطانات شيوعا، وطبعا بعد سرطان الرئه وسرطان الثدي. طبعا في هذا طبعا تحكي عنه في حول العالم في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا ودول متقدمه، ونفس الاحصائيات في الخليج بينت هذا المرض موجوده وشيوعه في الوقت الحالي. والبحرين تعتبر كنسبه من اكثر دول الخليج اللي فيها كنسبه لعدد سكان شيوع هذا المرض هو سرطان القولون. وطبعا في شغله بسرطان القولون انه في الوقت الحالي والعلم الحديث الموجود عندنا حرام ان اي احد يصيد سرطان القولون، لانه هو مرض يمكن الوقايه منه تماما. سرطان القولون يبدي من نتوءات او لحميات في القولون، يمكن ما تسبب اي مشاكل، ما تسبب اي اعراض في الوقت في تكون في حميده نوعا ما، يعني اورام حميده جدا. نتوءات مثل ما في نتوءات على الوجه مثلا تكون او شغلات من هالخبيل، في موجود مثلها في القولون، وهذه النتوءات تتحول الى سرطانات. فاذا انت قدرت تصيد هاي النتوءة قبل ما تتحول لسرطان تقدر توقي المريض منه تماما. وهي طبعا في برامج متعدده موجوده في دول العالم المتقدمه يتم فيها الكشف المبكر أو الوقاية، والوقاية تكون بعمل مناظير القولون للكشف عن هذه النتوءات بعد عمر 50. في برامج معينة تكون موجودة حق الشغلة، وفي الوقاية واللي هو بعمل فحوصات مبكرة للخروج، في الخروج بين عينات من الخروج نقدر نكشف منها عن وجود هذا السرطان. دكتور طبعا تعتبر هذه الحملة من الحملات يعني الرائدة في الوقاية من الأمراض، ممكن تكلمنا شوي عن الحملة؟ طبعا بسبب عدم وجود حملة وطنية أو حملة وطنية للكشف المبكر لسرطان القولون مثل ما موجود سرطان الثدي، مستشفى الملك حمد من بداية 2013 جتها الفكرة وبدينا حملة سميناها حملة تشيك، طبعا كاتشي نيم يعني ويلفت النظر، لأنها متداول يعني. متداول بالضبط تشيك. انزين فهاي تشيك انه بيسك احنا في ماده كيميائيه اسمها الام 2 بي كي، هاي الفحص نعمله حق الخروج. واحد المريض يقدم عينه من الخروج والفحص نشيكه في العينه هذه وبين اذا في عندك نتوءات او لا سمح الله سرطان مبكر. فالحمله بدات من طبعا من دعم من معالي الفريق ركن سعاده الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه رئيس مجلس الأعلى الصحة، واللواء الشيخ الدكتور سلمان عطية الله رئيس مستشفى الملك حمد. دعم منهم بدت هاي الحملة من شهر 11/2013. المريضية في ستيشنز في مستشفى الملك حمد وفي مستشفيات أخرى يجون يملون استبيان، وإذا احنا قلنا ان احنا هذه هم يعني من العينة اللي احنا قدرنا ناخذ منهم يقدرون يدشون في الدراسة عندنا يقدمون العينات، وبعدين بالنسبة للفحص شلون يطلع إذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف نقدم إذا ما يحتاجون منظار للقولون أو ما يحتاجون له. نعم يعني دكتور نتكلم عن هذه الحملة بالذات، الحملة الآن يعني حملة تشيك. أي نعم. الأهداف اللي أنتم تسعون من خلالها لتحقيقها من وراء هذه الحملة. طبعا الهدف الأول والأخير توعية الناس بضرورة الكشف. بضرورة الكشف، لأن مثل ما قلت لك سرطان القولون يمكن الوقاية منه، والوقاية خير من العلاج. منه تقدر تعالجه بطريقة الكشف. خلاص بالكشف، شفت النتوءة أو اكتشفت النتوءة شلتها بالمنظار انتهى السرطان، أو إن لا سمح الله كشفت عنه بشكل مبكر قبل ما يسوي لك أعراض، سوى حق المريض أعراض
العملية تكون فيها شفاء تام لهذا المرض اللي يعني ما نحب نتكلم عنه مثل ما قلت. دكتور كلمنا عن شلون كيف تم التنسيق لهذه الحملة؟ طبعا التنسيق تم من خلال طبعا القيادة في مستشفى الملك حمد الدكتور خالد السندي، طبعا نسق مع مستشفيات عديدة من مستشفى قوة الدفاع، مستشفى السلمانية وبعض المستشفيات الخاصة أيضا، دكاترة الجهاز الهضمي والمناظير اللي هم أو الجراحين اللي يسوون هالمناظير تم التنسيق معهم. الستيشن موجود في مستشفى الملك حمد هو الرئيسي، يتم التنسيق مع العينات أو التوعية تتم في المستشفيات هذيك، وإذا بيقدمون عينات تطرش كلها إلى مستشفى الملك حمد وهي تعتبر مركزية حق هاي الدراسة كلها أو هاي الحملة كلها. من الناس اللي تستهدفونهم من خلال هذه الحملة؟ طبعاً الدراسات والحملات المنظمة في الدول مثلاً في الولايات المتحدة أو في أوروبا تستهدف ناس من فوق عمر 50. إحنا لاحظنا في تناقص في الانسيدنس أو نقول بداية وظهور المرض حتى اللي يصير قبل عمر 50، فإحنا نبدي من 40 وفوق. أي واحد من فوق عمر 40 يقدر ويملل السبيان، وبعدين نقول إن إحنا نقدر نكشف لك من العينة اللي تقدمها، ووقت ما نكشفها بعدين نقدر نتكلم عن شو بنسوي بعدين. فأي واحد من فوق عمر 40 هو الفئة اللي احنا نستهدفها، لأن هو الفترة اللي تطلع فيها نتوءات. واحد من كل 4 رجال فوق عمر 50 أو واحد من كل 6 نساء عمر 50 تطلع فيهم، يعني الرجال أكثر عرضة من النساء للأسف والله. السبب؟ السبب جينات وراثياً، هو هاي السبب. الشغلة الثانية الهرمونات في الرجال غير عن النساء، يمكن هي تحفز حق هاي الأمراض. والشغلة الثانية بعد التعرض البيئي، يعني بعد يمكن احنا منحوسين ما ندري. دائما مظلومين الرجال، حتى في المرض مظلومين. دكتور شلون تقبل المجتمع الحملة؟ شوفي المشكلة الإنسان يعني احنا كطبيعتنا الواحد يقول أنا شليه روح تشيك، ليش روح تشيك؟ أنا ما فيني شيء، ما فيني ولا أعراض، أروح أجيك أو أروح أبلش روحي. فدائماً هاي الكونسبت موجود، مع أنه أنا أقول لك وقاية، وقاية، أنت تكشف عن روحك وتأخذ روحك من بعدين أنت يصيدك مرض في علاج وعمليات وما أدري شنو، أنت من تقدر تأخذ روحك تمام منه. فهذه أكثر شيء كان كتقبل المجتمع، وأنا ليش أروح أجيك، خلي مستورة زين. هاي الشغلة. والشغلة الثانية طبعاً إن الناس بعد ما تبي يقول لهم سلك منظار حق القولون او اسوي عمليه او شيء وانا ما فيني شيء بعد، ما يخالف يعني كلمه منظار تخرع صراحه يعني. مع ان انا من الاشياء اللي بوصلها حق الببليك او المجتمع انه ترى يا جماعه منظار القولون منظار عمليه بسيطه نسبيا، في لها مضاعفات بسيطه، بس انه اذا تمت بطبيب يقدر يسوي لكم المنظار بطريقه ممتازه، والاجهزه الموجوده عندنا والفاسيلتي ما تحتاج، حتى ما تحتاج لان انت تنام في المستشفى مجرد نص يوم وانت تمشي تروح نص يوم وانت ماشي، وشنو نكشف عنك هاي النتوءات او نشيل عنك هالشغلات توقيك من سرطان بعدين. بس اذا قلنا ما علي ما تبي تسوي منظار تسوي على الاقل فحص الخروج، اضعف الايمان. فهاي كان تقبل المجتمع حق هاي الشغله. بس انا بعرف في من ناحيه ثانيه تقبل ابوي تعال بنسوي فحص بنشيك، خلينا نروح نشيك شنو هاي السالفه، شنو سرطان القولون، يعني هاي شيء بعد يوعى الببليك هاي الشغله. اي نعم. يعني دكتور هذه كانت احد الصعوبات والتحديات اللي واجهتوها من الحمل، الصعوبات والتحديات الثانيه من نواحي اخرى اللي واجهتوها من خلال الحمل؟ اول شيء الاكسبوجر، احنا حاولنا نسوي دعايات في مستشفى في سيتي سنتر، سوينا حمله في بدايه الحمله في 2013، سوينا دعايات في السوشيال ميديا في الانستغرام وتويتر وهالشغلات. بس للحين مثلا حتى هذه وجودنا في البرنامج اليوم جزء من ان احنا بي اكسبوجر نسوي، ان الناس يعرفونا في حمله مثل هاي الموجوده، وحتى لو ما بتروح حق الحمله فكروا في سرطان القولون وفي الوقايه منه. فهاي واحد من الصعوبات اللي واجهناها. والصعوبات الثانيه مثل ما قلنا الناس عقب ما يكشفون اوكي كشفنا وطلع ان انت فيك بوزيتيف العينه يحتاج تسوي منظار، وايد ناس في عندهم عدم تقدم ان يسوون الخطوه الثانيه. فهاي واحد من العراقيل اللي صادتنا طبعا، بس الحمد لله الحمله مستمره، ويعني قاعد نحاول نتغلب على هاي العراقيل ان شاء الله. دكتور يعني طبعا هاي الحملات نقدر نقيس نجاحها في وقت مبكر، شلون شنو نتائج الحمله دكتور؟ يعني سو فار احنا كان المستهدفين نشيك على الاقل 2600 مريض من بدايه الحمله، وصلنا لعدد قريب ال 2000 ان احنا تشيكوا حق العينات،
وهي يعني نجاح زين وصلنا لهالعدد. يعني يمكن في فترة يعني الفترة اللي كنا نبي نشيك فيها كانت شوية أطول واللي مستمرة طبعا، بس الحمد لله وايد شيء ممتاز. من هالألفين 500 طلع فيهم بوزيتيف التست، ومن هالخمسمية تقريبا 300 تم عمل مناظير لهم وتم الكشف عن بعض من العينات، وفي وجدنا سرطانات طبعا، وهاي طبعا الهدف النهائي نحن نكشف سرطان أو نكشف حق كثير منهم. عندهم كان عندهم لحميات وكشفنا منهم وش استأصلنا هاللحميات من المنظار، طبعا هاي بالمنظار يتساوي بدون عملية. فالحمد لله في نجاح في الموضوع، وللحين الحملة مستمرة، ونحاول نحولها من حملة كحملة وكدراسة إلى شيء ستاندرد اوف كير اللي احنا نسميه، إنه يكون هاي الشيء موجود متوفر حق كل المواطنين يروحون يشيكون حقه ويكون نفسهم من هاي المرض اللي تكلمنا عنه. نعم، يعني دكتور أمراض القولون عديدة ومتنوعة وكثيرة طبعا، منها الأورام ومنها الكرونز، منها أيضا القولون العصبي. شنو عندكم البرامج الأخرى اللي تتعلق بتخصص القولون؟ يعني شوف طبعا الامراض القولون مثل ما قلت شائعه، ومرض القولون العصبي كلنا فينا كنا الام وعقصات في البطن من الاسترس، من واحد راح الشغل وتهاور شيء يصير امراض، فدائما القولون هالشيء شائع. والامراض الثانيه سرطانات او الامراض القرحيه طبعا امراض شائعه. ما عندنا حملات معينه في الوقت الحالي غير هاي الحمله اللي احنا مستمره عشان كتوعيه، بس عندنا طبعا في بروشورات في الدكاتره الموجودين اللي ما يقدرون يكشفون وكونسلت بيبل او نعطيهم نصايح حق هاي الشغله. يعني دكتور في لحظه من اللحظات مثل هذه الامراض ممكن انها تتحول الى اورام؟ طبعا مثل ما قلت لك الاورام القولون كلها تبدي من نتوءات، وهذه في ناس اللي ما فيهم اي اعراض. الناس اللي فيهم اعراض طبعا انا انصحهم يروحون يكشفون، وايد ضروري. في ناس بدون اي اعراض؟ ناس بدون اي اعراض، ناس بدون اي اعراض طبعا فيهم نتوءات، من شو ما قلنا الوقايه والكشف عنها عقب عمر الخمسين. انت فوق عمر الخمسين وما بتخاف من ان نسوي لك منظار ولا شيء او حتى فحص الخروج عندك، تعال عندنا بنسوي لك ان شاء الله هالفحص وبنكشفه وخلاص. واذا طبعا في عندك صارت لك اعراض، اعراض طبعا مثل شنو؟ لا سمح الله تغيير في طبيعه الخروج، اسهال كان هو ولا امساك طبعا غير عن اليوجوال مال الواحد، دم في الخروج، انزين الام في البطن، خسران الوزن الشديد، هاي كلها شغلات الارمينج ان الواحد لازم يروح يشيك. فاذا انت في عندك اعراض استشير دكتور مالك ويحاولك على دكتور الجهاز الهضمي، وإذا وبعدين الدكتور بيقرر إذا تحتاج أي فحوصات زيادة أو أي مناظير إذا أو شيء من هالقبيل. نعم. إن شاء الله. دكتور طبعاً في نهاية الفقرة ممكن نعطي المشاهدين بعض النصائح والإرشادات للوقاية. طبعاً الوقاية مثل ما قلت الوقاية خير من العلاج. يا جماعة لا تتخوفون من هالشغلة، لا تخوفون من عمل فحوصات. اكشف الحين، اوقي نفسك، وان شاء الله هاي بيمنعك انك انت تواجه مرض لا سمح الله ما يحتاج انه تواجهه. نصائح غذائيه، كثر من الالياف. البني ادم الواحد يحتاج 20 الى 30 جرام من الالياف في اليوم، انزين موجود متعدد طبعا في انواع الخبز الاسمر، الفواكه، الغوج، التين، هاي الشغلات، الالياف بشكل عام. النصائح بعد ان اللحم الاحمر او لحم الغنم الواحد لازم يكثر منه. كان في دراسات تبين انه يمكن في ازدياد في الاصابه باللحميات او السرطانات مع ازدياد اكل اللحم الاحمر. الواحد مثلا اللحم الاحمر مثل شنو؟ لحم الغنم، لحم البقر، طبعا الواحد ياكل منه وما ياكل زين، بس بشكل معقول يعني. بشكل معقول مره في الاسبوع، مره كل اسبوعين الدياي والسمش، السمش طبعا افضل بكم. فهاي مثلا شيء الترخين وأثاره على القولون وعلى جهاز الهضمي طبعا هاي الشيء الواحد يحاسب عنه. ويعني غير كذي إذا فيكم أي أعراض لا تخوفون، زوروا الطبيب دون تجنورت. طبعا وايد نصيبنا إحنا الشيء أنا أقول الأعراض المعدة أو تغيير السهال والشيء كذي إذا استمر أكثر من أسبوع أو أسبوعين هني زور الطبيب. إذا في الخروج صار في دم ولا شيء زور الطبيب بشكل مفاجئ يعني مباشر، لا تعطلون. وأهم شيء مرة ثانية نتوءات اللي في القولون أو اللحميات أو البولبس هذين نقدر إحنا نشيلهم ونوقيكم من سرطان القولون. وأنا أمنيتي يعني ميت من أنا كنت متخصص في أمريكا من 6 أشهر ما رجعنا البحرين، شيء هاي في بالي أنا أبي نزيد توعية حق سرطان القولون. البركة في الحملات إن تكون أفضل في المستقبل إن شاء الله، إن إحنا إن شاء الله نوقي العالم
من سرطان القولون، وكل اللي بدي من هني ان انتم يا جماعه لا تخوفون وزوروا الطبيب. اكيد طبعا دكتور عمر الشريف استشاري طبعا امراض الجهاز العظمي والهضمي والكبد والمناظير. طبعا كل الشكر والتقدير لك دكتور على تواجدك معنا، وايضا اتمنى لكم كل التوفيق في هذه الحمله التوعويه لاورام السرطان اللي بالفعل هي اصبحت الان عنصر اساسي في مجتمعنا في مملكه البحرين. كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا، اللي حصل لي الشرف والله.